زار اليوم إنفانتينو رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. رئيس الفيفا تحدث على رأس وفد من الاتحادين الدولي واللبناني عن برنامج كرة القدم المدرسية. شكر إنفانتينو الرئيس بري على دعمه وأيضا الحكومة المحلية لهذا النوع من البرامج الرياضية. من دواعي سروري أن ألتقي الرئيس نبيه بري هنا في بيروت. نحن في لبنان هذه الأيام لإطلاق برنامج رائد تحت عنوان كرة القدم للمدارس، وهو يجمع بين اللعبة الشعبية والتربية. أود أن أشكر الاتحاد اللبناني لكرة القدم بشخص رئيس هاشم حيدر والحكومة اللبنانية وكل الجهات المختصة التي كانت جزءا من المشروع. هي دائرة تختصر كرة القدم وفيفا والدولة اللبنانية والحكومة المحلية مع الاتحاد الوطني للعبة. سنتوجه إلى مختلف أنحاء العالم، والبداية كانت من لبنان. من هنا أود أن أشكر رئيس المجلس، فهو عاشق لكرة القدم ومشجع حقيقي، كما حال كل لبناني عاشق لهذه اللعبة. لقد تحدثت معه عن بناء مقر جديد في لبنان من شأنه تأمين كل المتطلبات الكروية اللازمة، والهدف أن تشهد اللعبة تقدما في هذا البلد.